الخبر اللي عدى على الستوري الصادم اللي نزل انس الشايب واللي هو عبارة عن رد على بيسان اسماعيل بعد ما نزلت هذا الستوري كانت تقول بي انكم فيديو كلش مهم راح ينزل بعد ساعة ونص راح يكون بي صفحة جديدة يمكن هي وانس يتركون بعض فهو نوعا ما ردي طبعا المتابعين توقعوا انهم راح يتركون بالاضافة يا حبايب انس الشايب اليوم نزل هذا الستوري دي رد بي على بيسان ستوري كان صادم حط بي اغنية يا حبايب الاخرس اللي هو قاعد يغني انه هذه اخر مرة هو راح حول بيسان اللي هي امال اخر كاست لانه هو اغلب يقول انه هو حب بيسان ولكن بيسان ما قدرت الحب مالته اكو راح تكون الستوري شوف اخر كاس حشرب وانسى عكس عليك تعبت اضل اداري فيك وبحبك انا ضيعت الناس بطريق لالاقيك خابت كل ظنوني ما ادري صراحة يا احباب بالكومنتات هل توقعون فعليا هو قصد بيسان اسماعيل وهل ممكن فعليا بيسان اسماعيل تترك انس الشايب وترجع لجواني مثل ما يقول البعض على كل ما ادري صراحة انها وصلنا لنهاية المقطع فتروحوا بلايكات وبس شاركوا في هذه المقدمة مثل القصص احبكم مع السلامة.